يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا من برنامج أجندة الشرقية اللي نطلع عليكم من خلاله دائما على كافة أخبار وفعاليات وأحداث المنطقة الشرقية من مدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن. بمشاعر من الفرحة والفخر والاعتزاز بيوم المرأة الإماراتية، احتفلت مكتبة وادي الحلو العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. صانعة الأجيال، فخر الإمارات، المرأة الإماراتية المبدعة في جميع المجالات، حظيت بدعم استثنائي من قيادة حكيمة آمنت بقدراتها. لذلك نظمت مكتبة وادي الحلو بمشاركة نادي سيدات وادي الحلو جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وهناك الكثير من النماذج لنساء من قلب الوطن جعلنا للمرأة الإماراتية بعزيمتهم مكانة مرموقة ليثبتوا أن لا للمستحيل. من هؤلاء سعادة عائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأدارت الجلسة الحوارية الإعلامية عائشة الزعابي. تضمنت محاور الجلسة أهمية إدراك المرأة لاستشراف المستقبل في صناعة مستقبل وطنها وإنجازاتها. يوم المرأة الإماراتية هذا احتفال بإنجازات المرأة الإماراتية، هذه المرأة التي حظيت الحمد لله بقيادة رشيدة أوجدت لها مساحة من الإبداع والإلهام، ساعدت على إظهار هذه المرأة إلى العالمية بطريقة جدا مشرفة وبإنجازات جدا عالية. تدرجت طبعا المرأة الإماراتية إلى أن وصلت إلى هذا الإنجاز العالمي وإلى هذه المكانة العالية. ما تزال سيدات الوطن الغالي على قدر من المسؤولية وبحجم التحديات التي تواجهه، واليوم منهم من يشتغل مناصب رفيعة وقد عملوا في معظم المقاعد الوظيفية بتميز. من ضمن البرامج الثقافية في المنطقة الشرقية، نظم مكتب دائرة الثقافة في مدينة دبا الحصن التابع لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية جلسة حوارية وثقافية. ضمن البرنامج الشهري للمجالس الأدبية التابعة لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، نظم مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن جلسة حوارية بعنوان أهازيج ومعاني، أدارها المستشار الإعلامي والشاعر علي المزروعي بحضور عدد من مديرية الدوائر الحكومية وموظفيها، وذلك في مكتب الدائرة بدبا الحصن. استضافت الجلسة الباحثة والشاعر سلطان بن غفان ليروي عن ذكريات الماضي وما شهده في طفولته من مواقف جميلة حفرت في الذاكرة، بالإضافة إلى سرد مسيرته العلمية وكيف جمع بين العمل والدراسة في ذلك الوقت. وألقى الشاعر شلات ونهمات بحرية وشرح لنا معاني الأهازيج البحرية. طبعا نحن من هذا الموقع في دبا الحصن، طبعا نحن نقول للجهات المختصة أن إن شاء الله جيلنا هذا أن ما ينسى الموروث الشعبي، ما ينسى العادات، ما ينسى التقاليد، تقاليد وعادات الآباء والأجداد، ولازم يكون إن شاء الله أن شبابنا دائما يدون
يدون هذه الأشياء، يحفظ هذه الأشياء من أفواه كبار السن، لأن هذا مثل المقولة اللي قال رئيس الدولة طيب الأثراء اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. فنحن نوجه إلى شبابنا وشاباتنا أن ينهلون من تراثنا، تراثنا الحمد لله متواجد في كل مكان الحمد لله، الله يطول عمر حكومتنا الرشيدة، متواجد في كل المتاحف، موجود في الجمعيات التراثية، موجود من أصحابين التراث، ولكن نبغي الشاب هذا يتحاكم على هذه القطعة، يتحاكم على هذه المادة التراثية كيف كانت، كيف عاشوا عليها أبائنا وأجدادنا. فإن شاء الله شبابنا وشاباتنا فيهم الخير إن شاء الله، أنهم ينهنون من مناهل التراث إن شاء الله، مثل ما يوجهونا شيوخنا الله يطول بعمارهم ويعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. والحمد لله نحن في دولة الخير، في دولة السعادة، في دولة المحبة. استضفنا اليوم الباحث التراثي والشاعر سلطان بن غافان، فهو ابن بيئة بحرية يتغنى بالأهازيج التراثية للزمن الجميل، فحياته مملوءة بالقيم والقصص والعادات التراثية منذ الصغر. وجاءت فعالية أهازيج ومعاني لبرز الأهازيج الغنائية التي لا يصاحبها أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، والتي يعتمد على إلقائها بالمد الطويل للكلمات مع إصدار الصوت الواضح وإثارة الحماس والتعبير عن الفرح. تحرص دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على تعزيز الحراك الثقافي ودعمه لنشر الوعي الثقافي في المجتمع، وتهدف إلى إبراز الشخصيات الفعالة في المجال الأدبي والثقافي بالمجتمع. فخرا واعتزازا بإنجازات المرأة الإماراتية، نظم معهد الشارقة للتراث فرع مدينة دبا الحصن احتفالا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. بمشاعر فخر وفرحة واعتزاز، نظم معهد الشارقة للتراث فرع مدينة دبا الحصن فعالية احتفل فيها بيوم المرأة الإماراتية، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من النساء اللواتي لهن إنجازات كثيرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الشخصيات البارزة في المدينة. بداية أحب أشكر معهد الشارقة للتراث على استضافتهم ودعوتهم الكريمة وهذا التجمع الرائع في مناسبة يوم المرأة، وأحب أوجه شكر للشيخة جواهر محمد القاسمي على دعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية وخصوصا في إمارة الشارقة. كذلك أوجه رسالة لكل امرأة إماراتية في هذا اليوم أن تستمر في سباق التميز، حيث أن سباق التميز ليس له خط للنهاية. أولاً أنا سعيدة جداً بمشاركتي في هذه الندوة المخصصة للاحتفال بالمرأة الإماراتية وإنجازات المرأة الإماراتية. حقيقة المرأة الإماراتية استطاعت أن تقطع أشواط طويلة جداً في عملية تحقيق الإنجازات، في عملية التمكين أيضاً من خلال تواجدها في جميع القطاعات وجميع المجالات. اليوم هناك حركة حقيقية في عملية إشراك المرأة، إشراكها سياسياً، إشراكها اجتماعياً، إشراكها اقتصادياً.
تمحور الحوار في الجلسة حول إنجازات المرأة الإماراتية والإمكانات التي توافرت لها، وشاركت النساء الحاضرات في الحوار، وتطرقنا إلى طرح تجارب المرأة الإماراتية الناجحة ودورها في تحدي العقبات التي يمكن أن تواجهها في مسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات. جدا سعيدة أني أكون مع مجموعة رائدة من الإماراتيات، وسعيدة أني أكون مع مجموعة ما كنت التقيت فيهم من قبل. كل يوم نتعلم منه. طبعا رسالتي في يوم المرأة للمرأة الإماراتية ولكل مرأة موجودة في دولتنا الحبيبة، أن ضروري الإنسان يكون متميز في مجاله، ضروري أنه يبحث عن شغفه، ضروري أنه يربط ما بين هويته وذاته وفكره في تجربته اللي قاعد يقدمها، شو ما كانت، إن كانت مجال فني أو غير أكاديمي. المرأة الإماراتية اليوم تعي تماماً دورها، وهي مدركة تماماً للنقلات النوعية التي حدثت أيضاً لوجودها على أرض الإمارات. أنا كنت اليوم أحاور نماذج مختلفة من النساء صاحبات مشاريع مختلفة أيضاً وفارقة. ويمثل يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات وإسهاماتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعاليات وأحداث ثقافية ومجتمعية وتراثية ننقلها لكم عبر برنامج أجندة الشرقية أسبوعياً، وللمزيد من هذه الأحداث وتفاصيلها تابعونا في برنامج أجندة الشرقية. دمتم بخير.